في قناة إخبارية حذرت من كريم البنزل والبروكسايد إنه في بنزين، ولكن ما في بنزين. وأغلب الكريمات اللي تشوفونها غالبيتها ما فيها بنزين، ويتم فحصها من قبل هيئات الغذاء والدواء المحلية ووزارة الصحة، فأغلب الكريمات آمنة وأغلب السيرامات آمنة، فلا تحاتون ولا تخافون. تم فهم الخبر غلط، كنت قاعد أنفي الخبر مو أصدقه. يعني الكريمات اللي تشوفونها المرخصة والسيرامات المرخصة كلها أو أغلبها آمنة وما فيها بنزين. استخدموا أي مرطب أو شاور جل للجسم بالكامل من أرخص الأنواع، مدام إنها مرخصة من بلدكم إذا هي آمنة. لأن تعرفون وزارة الصحة والFDA وهيئة غذاء الدواء دائما تفحص الكريمات ومستحضرات وكل شيء، تفحصهم تتأكد من خلوهم من مواد ضارة. الخبر اللي نزلته قبل فترة كنت قاعد أطمنكم، مو أخوفكم، أطمنكم أقولكم إنه الخبر غلط، يعني المستحضرات والكريمات والسيرامات آمنة وما فيها مادة البنزين كما كان الخبر يزعم. أتمنى تكون الرسالة واضحة.